الحقيقة حتى هذا الملف أخذ ما يستحق من عناية ومن رعاية لدى السيد رئيس الجمهورية الذي أمر بوجوب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخفيف وزن المحفظة. وتعلمون أن ملف وزن المحفظة هو ملف مطروح ليس في الجزائر فقط ولكن في كل دول العالم بما في ذلك الأنظمة التربوية المتطورة. هناك إجراءات سنقوم بها تمت الموافقة عليها في أثناء مجلس الوزراء، وكذلك تم إعطائها الصيغ التي لابد أن تأخذها على مستوى مجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 26 جوان 2022، الذي بخلفية وبمرجعية ما قرره السيد الرئيس في مجلس الوزراء تم إعطاء كل التفاصيل للعملية. وسنخفف إن شاء الله في هذه السنة وزن المحفظة بإجراءات عديدة، إجراءات عديدة، وأخصص أنه ستكون هناك 8 إجراءات. هناك إجراءات تنظيمية، إجراءات تحسيسية، وكذلك إجراءات ميدانية عملياتية التي تخفض بشكل محسوس ومشهود ومؤكد وزن المحفظة. فتعلمون أن المحفظة هناك أدوات مدرسية، هناك كتب، هناك أغراض تربوية توضع طبيعيا في المحفظة، لكن هناك كذلك بعض السلوكات أين هناك أغراض أخرى لا علاقة لها بتمدرس، لا علاقة بتدريس، لا علاقة لها بالدراسة توضع في المحفظة وتثقل المحفظة، وبالتالي لابد من الفصل بين المسؤوليات في تخفيف هذه المحفظة. إذن الإجراءات الأولى هو أننا بعد الاتصال بوزارة الصحة مشكورة جدا التي رافقتنا بتنصيب لجنة عالية المستوى رفيعة المستوى أين أعطتنا ما هي متى تعتبر المحفظة ثقيلة بالنسبة لأبنائنا في التعليم الابتدائي حسب السن وحسب المستوى الدراسي. وعلى إثر ذلك رأينا وتأكدنا أن المحفظة عند أبنائنا التلاميذ يمكن أن يقال عنها ثقيلة ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي. إذا الثالثة ابتدائي والرابعة ابتدائي والخامسة ابتدائي هي سنوات تكون فيها المحفظة تتجاوز، لما المحفظة تكون بداخلها الأغراض اللازمة لا أكثر ولا أقل، تكون مثقلة وثقيلة على أبنائنا. وبالتالي فالإجراءات هو أنه بدءا بخصوصيات المحفظة نفسها كيفاش لازم تكون، وهذه كنا بلغنا بها ودرنا لقاءات مع أولياء التلاميذ، درنا ندوات وحسسنا ومازال نحسوا، وحتى باش حتى عند اقتناء المحفظة تكون عندها خصوصيات لازمة. كذلك فكرنا في إجراءات أخرى منها التدخل للتصرف على النظام الداخلي للمؤسسة، حيث يكون هناك مجهود على مستوى المؤسسات لحمل أبنائنا وأوليائهم على تفادي وضع في المحفظة ما ليس له علاقة بالتدريس وبالمدرسة، وهذه تدخل في إطار التربية السلوكية. كذلك قمنا بإعطاء نموذج لمدونة الأدوات المدرسية، أي أنه يعني لكان لاحظت في الخروج إلى قبل خروج العطلة قبل إعطاء كشوف النقاط لأبنائنا في التعليم الابتدائي كنا جرينا تغييرات على كشف النقاط. كشف النقاط هو وثيقة يطلع عليها كل ولي أو كل وصي، وبالتالي كانت فرصة لنا أن هذه الوثيقة التي يطلع عليها الجميع وضعنا معها وبرفقتها وملتصقة بها المدونة للأدوات المدرسية النموذجية التي هي أولا تساعد في تخفيف وزن المحفظة، وكذلك التي تعطي يعني قائمة لا تثقل كاهل الأولياء بما لا نفع ولا جدوى من اقتنائه بالنسبة للدراسة. إذا كل أبنائنا في الابتدائي اللي دا الكشف تاع النقاط تاعو كان في هذا الكشف كذلك المدونة تاع الأدوات تاعو تاع المستوى الذي سينتقل إليه. وبالتالي هذا ثاني كذلك إجراء اللي هي لأنه تخفيف المحفظة هي مجموعة من إجراءات، لم نترك أي إجراء اللي يقدر يكون يخفف ولو بشيء قليل وزن المحفظة.